مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه أكوا سلاش. تخيل معايا كده إنك اتخرجت من الثانوية أو خلصت كليتك وسافرت مع أصحابك الساحل تقضي وقت لطيف، وفجأة طلع لك سفاح فضل يقتل في كل اللي حواليك، اللي هو مفيش حد هيتبسط هنا. يا ترى بقى هتقفله ولا هتهرب زي إخواتك؟ تعالوا بقى نشوف ايه موضوع فيلم النهاردة وايه اللي حصل. في البداية كده، الفيلم ده للكبار فقط، ما ننصحش اي حد بيخاف او صغير في السن انه يتفرج، اما لو كان مصري فقشطه عادي. الفيلم بيبدأ مع واحد وواحدة في حديقة مائية، وهما سيندي وبريد اللي بيشتغلوا لايف جارد في الحديقة، ولما المكان بيكون فاضي بيقرروا يلعبوا مع بعض ويستمتعوا بوقتهم. لكن فجأة بيظهر شخص مجهول معاه سكينة وبيقتلهم هما الاثنين. وبعدها بنروح لثانوية فالي هيل اللي فيها الطلاب قرروا يحتفلوا بتخرجهم في نفس الحديقة المائية اللي اسمها ويد فالي، وبنشوف أليس رئيسة اتحاد الطلبة بتعلن عن الرحلة دي لكل الطلاب، وكلهم وافقوا كانوا مبسوطين، ومش بس هيستمتعوا بحمام السباحة لكن هيقعدوا هناك 3 أيام. وبنشوف طالب اسمه جوش جه مع 2 صحابه تشاد وسليم اللي عندهم فرقة موسيقية، وهم بيجهزوا معداتهم بيتعرف عليهم كارتر اللايف جارد اللي أديله 35 سنة شغال في الحديقة والمدير بيثق فيه تماما. وبتشوف جوش صديقته السابقة كيمبرلي اللي دلوقتي بتشتغل مشرفة على الحديقة وبترحب بيه، لكن تومي حبيبها لما بيشوفهم ما بيعجبوش وقفتهم مع بعض فبياخدها يتغدوا، وبيكلم جوش مايكل والده عشان يجي يحضر العرض اللي هيقدموه. المهم بيبدأوا الطلبة يستمتعوا بوقتهم في حمام السباحة وعلى المنحدرات المخيفة، ولكن واحد منهم نزل ومعاه إزازة كحول وخبط فيه طالب تاني كسر الإزازة واتجرح، فاضطر بول المدير ينزل ويتعامل مع الحادثة بنفسه لما الإسعاف جد، ودلوقتي حمام السباحة مليان دم وإزاز فنزل كارتر ينظفه. وفي الظهر بيتقابل تومي وكيمبرلي مع جوش وفرقته تاني. سليم وتشاد بياخدوا تومي عشان يوريهم كابل الكهرباء لمعداتهم، لكن خطتهم الحقيقية كانت إبعاده عن كيمبرلي عشان جوش يقدر يقرب منها براحته، وبيكون واضح إن علاقتهم ببعض رجعت تاني وقعدوا في مكان بعيد لوحدهم. واتضايق تومي لما دور عليها وما لقاهاش. وفي الليل بنشوف مايكل بيتعشى مع واحدة جميلة اسمها بريسيلا، وبنكتشف إنها مرات بول مدير الحديقة المائية، وعشان مايكل مليونير ناجح ستات كتير مهتمين بيه وقضوا وقتهم بشكل رومانسي. وفي الحديقة بيقابل جوش كيمبرلي تاني، وكانت مبسوطة جدا لما شافته بيقدم العرض الغنائي مع فرقته. أما تومي فتضايق وغار عليها أكتر. وصل مايكل وبريسيلا يتفرجوا على عرض جوش، لكن اللي ما يعرفوش إنه لما كان مع كيمبرلي لوحدهم في الحمام في واحد من الطلبة صورهم فيديو وبعته لكل الطلبة، ولما تومي شاف الفيديو انفجر من الغضب وهاجم جوش على المسرح وضربه بعنف. وبتزداد الليلة غرابة لما بتشوف بريسيلا جوزها بول بيخونها مع واحدة من الطلبة اللي هي أليس، وانتهت الحفلة بخناقة وفضيحة والكل ماشي. وبعدها بيقابل مايكل ابنه، وبنعرف انه مهتم في شراء الحديقة المائية دي وكان بياخد رأيه، وسمعت كل اللي دار ما بينهم أليس فراحت لبول عشان تتأكد اذا كان هيبيعها ولا لا، لكنه بينكر لان الحديقة دي هي مصدر رزقه الوحيد، بس مش بتصدقه وبتمشي. وبعد ما كل الطلاب راحوا اوضهم في وسط هدوء الليل بيظهر شخص مجهول وبيفتح ثقب في المنحدرات المائية وبيثبت فيهم قطعتين حديد لو حد خبط فيهم هيتقسم نصين من كتر حدتهم، ولسه مش قادرين نعرف مين الشخص ده، بس واضح انه مجهز خطة لمذبحة هتحصل. ومع طلوع الشمس وقف مايكل يعاين الحديقة عشان يقرر هيشتريها ولا لا، وهنا بيظهر الشخص الغريب بيفضل يضايقه وبيضرب نار على رجله، وبعدها بيجبره يدخل المستودع الخاص بيه وبيحبسه هناك. وبيشوف مايكل جثة براد وسيدني اللي شفناهم في أول الفيلم، وساعتها بيصرخ من الخوف. وبعد الخناقة اللي عملها تومي اترفد من الحديقة وكان قاعد متضايق عشان كيمبرلي انفصلت عنه. ساعتها بيروح له كارتر وبيهديه وبيقول له ينساها لأنها ما كانتش مهتمة بيه أصلا، لكن بنكتشف إن تومي لسه بيحبها. ومع بداية الظهر بيجهز كارتر الألعاب المائية والمنحدرات عشان الطلاب لما يخرجوا يكملوا احتفالهم، ومحدش عارف أي حاجة بخصوص السلاح. وفي الوقت ده بنشوف بريسيلا بتقضي وقت حميمي مع واحد من الطلاب، وما كانتش مهتمة إنها بتخون بول لأن هو كمان بيخونها، تحس انهم واخدينها عند وبكده تعادل. ولما بيشوفها مستر اوراني ما بيفرقش معاه خيانتها على قد ما بيتضايق بسبب اختفاء براد وسيدني المنقذين. وفي النهاية بيطلب من بريسيلا انها تشرف على حمام السباحة النهاردة. الطلاب بيخرجوا وبيبدأوا يومهم، وبيكون بول عامل لهم مسابقة بجائزة $500، والمطلوب من كل مشارك انه يجمع فريق من 3 أشخاص ويتزحلقوا في المنحدر المائي، واول واحد هيوصل من الفرق هيكون كسبان. وبنلاحظ جوش متحمس للمسابقة، وطبعا فريقه كان شادو سليم
لكن الغريب انهم دوروا على سليم في كل مكان ملقوهوش، وجهزت بريسيلا التمثال الجايزة اللي هياخده الفايز برضو. لكن فجأة الكل بيتوتر لما بيظهر تومي بيطمنهم انه جاي كزائر مش اكتر، واضح انه لسه في عداوة بينه وبين جوش وعاوز ينتقم منه. ومع ذلك لما بيقرب من منطقة المية فيل واصحابه بيطردوه، فبيمشي متضايق. وبما ان سليم مش موجود طلبوا من كيمبرلي تشارك مكانه. وقف تومي لوحده متغاظ عشان رفضوا مشاركته للمسابقة، وساعتها لاحظ تسريب مية من المنحدر وده مكان الثقب اللي عمله المجهول. فهم ساعتها ان في حاجة غريبة حصلت، اما الطلاب محدش كان مدرك للخطر اللي مستنيهم، وقعد كارتر يراقب الطلاب عشان يشوف مين هيخرج الاول. وراح لهم تومي منزعج وحاول يحذرهم بوجود مشكلة في المنحدرات، لكن للأسف محدش سمع كلامه واطلق بول اشارة بدء المسابقة، ودخلوا الفرق المنحدرات ومن ضمنهم فريق جوش. ومع ذلك فضل تومي يزعق ويحاول ينقذهم لحد ما فيل اتعصب منه وزقه في المنحدر وبدأت المجزرة، وكانت من نصيب فريق الثلاث بنات اللي ماتوا في ساعتها، والدم بدأ يملى حمام السباحة. وساعتها الكل أخذ باله وصرخوا من الرعب لما شافوا أجسام البنات نازلة متقطعة، طلعوا يجروا مرعوبين، حتى كارتر أغمى عليه ولوى رجله. وللأسف دخل تومي المنحدر اللي كان فيه السيوخ وخاف لحسن حد ينزل وراه وساعتها هيخبط فيه ويموت. وبسرعة كارتر بلغ بريسيلا ما تنزلش أي حد تاني، لكن جهاز الإرسال اتعطل بشكل مفاجئ وكل اللي فوق مش عارفين إيه اللي حصل. وساعتها اتحدد جوزها بول إنه يدخل المسابقة لو عاوز علاقتهم ترجع تاني لطبيعتها، وفعلا بيوافق وبيدخل مع بنتين، وللأسف كانوا في نفس المنحدر المميت. بعد ما لاحظ جوش المأساة الدموية اللي حصلت طلع لهم بسرعة ومنعهم من الدخول، وده كان قبل دخول بول بثواني. ولما سمع تحذيره مسك نفسه قبل ما يتزحلق ورا البنتين، ومن حظه ان جوش قدر ينقذه. وللأسف البنتين خبطوا في تومي وسط الصراخ والرعب، ماتوا هما التلاتة والكل في حالة صدمة من اللي بيحصل. وكارتر لازم يتصرف بسرعة، فطلب من كيمبرلي توقف مضخة المية اللي موجودة في المستودع عشان محدش ينزل تاني. ولما دخلت كيمبرلي المستودع اتفاجئت من وجود مايكل على الأرض ميت وجروح كتير على جسمه، وكمان شافت جثث براد وسيدني. بنرجع للمنحدر وجوش مش قادر يحكم قبضته على بول، فجأة بيتزحلق وبيدخل المنحدر، وللأسف بيكون بول الضحية السبعة. الكل بيخرج من حمام السباحة بسرعة وبيطلع جوش عشان يحذرهم ووراه كارتر، لكن للأسف محدش بيرضى يصدقهم. ولما بيحاول كارتر يمنعهم بالقوة للأسف بيتزحلق وبيقع هو كمان، ودي بتكون أسوأ حادثة حصلت في الحديقة المائية. وبعد اليوم المأساوي ده بشهور بنشوف جوش عند المحامي وهو بيعرفه ان والده ساب له ورث كبير، لكن عملية شراء واحدة ما اكتملتش، وهي شراء الحديقة المالية اللي تمنها 20 مليون دولار. حط جوش امدته وكانت جنبه بريسيلا لسه حزينة، لكن بعد ما استلمت تمن الحديقة الحزن اختفى وابتسامة اعتلت وشها. ودلوقتي بس بنقدر نفهم اخيرا مين سبب المجزرة اللي حصلت في الحديقة. كانت بريسيلا عشان تخلص من جوزها اللي كانت عارفة انه بيخونها من زمان، وكمان بنعرف ان والدها مات في نفس الحديقة المائية وهي طفلة بسبب اهمال الموظفين واولهم كارتر، وكانت بتخدع مايكل كل ده عشان يشتري الحديقة وتحصل هي على كل الفلوس لنفسها بعد ما تنفذ خطتها. تقييم الفيلم على IMDB 4/10، ومنصحش اي حد يتفرج عليه لانه ما يستاهلش انك تضيع من وقتك ساعة ونص. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة.